السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. هذا اول فيديو من بعد غياب طويل، تقريبا دام لمده 7 اشهر ولا مع 8 اشهر دابا باش حبست. جيتكم قبل ان شاء الله، غادي بغيت نقول لكم بلي راه غادي نعاود نرجع معكم، ولكن قبل ما نحط فيديوهات قلت ضروري ما ندير لكم هذا الفيديو هذا، نقول لكم على السبب اللي خلاني غبت هذه المده كامله، وعلاش؟ لان كانوا بعد اول حاجه نقول للناس اللي كانوا كيسولوا فيا شكرا بزاف 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 لله يخطيكم. الفيديوهات الاخيره اللي حطيت دائما كيوصلوني فيهم لي كومونتير، فين مشيتي؟ علاش غبتي علينا؟ لعل المانع خير، راه هولتينا عليك، نتمنى ان شاء الله امورك تكون مزيانه، مشيتي ما قلتي لنا والو، راه بقينا مشطونين عليك. كاينين الناس اللي قلبوا على الانستغرام ديالي ودخلوا عندي وسولوا فيا في الانستغرام، كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، الله يخطيكم. صراحه هذه المده اللي غبت عرفت ماذا معسستي عندكم، وسمحوا لي بزاف فعلا، لان غبت وما علمتكمش، ما قلت لكمش لا السبب لا والو. صراحه ما كانش شي سبب لي هو الحمد لله لا صحي ولا عائلي ولا حتى حاجه. المشكل اللي خلاني اولا السبب اللي خلاني غبت هي شتونيت في اخر دوك الفيديوهات الاخرين، 3 الاخرين كنت متردده، كنت حبست واحد المده وعاودت رجعت، وقلت لكم ما بقيتش مرتاحه للمستوى اللي وصل ليه اليوتيوب، ما حسيت راسي، كنت كنحشم نقول شي واحد راني دايره اليوتيوب، سورتو ديك لا بيريود كان نيت اليوتيوب المغربي، وسمحوا لي راه كندخل ونخرج شويه في الهضره لان مازال ما بقيتش مدي على الكاميرا. كي قلت لكم كان المستوى ديال اليوتيوب المغربي للاسف تدنى لواحد المستوى لي فريمون كيحشم، الشيء اللي خلاني ما بقيتش مرتاحه. ملي رجعت لكم صورت دوك 3 الفيديوهات موراها جات الكونفينمون، زادت على النفسيه حتى هي ما بقاتش هي هذيك، مهم كثروا الضغوطات من الجوانب كاملين. صورت شي فيديوهات في ديك الفتره ديال الكونفينمون، شي وحدين حطيتهم شي وحدين ما حطيتهمش، علاش ملي جيت ندير المونتاج لقيت راسي بحال شي واحد مبزز عليا هذاك اليوتيوب نديرو، كنصور وانا ما حاملاش نصور. الشيء اللي قال لي الشيء اللي خلاني نهضر مع راسي ونقول لراسي ستوب، نورمالمون اليوتيوب درتو البليزير باش نضيف ولا شويه باش نخرج من داك الضغط ديال الحياه اليوميه والعمل وبزاف د الحوايج، ولكن ملي حسيت راسي ماشي هي هذيك وما قادرش نعطي فضلت انني نوقف. خديت وقت، كنت كنقول واحد لابيريود اولا واحد الوقت كنت كنقول في واحد الفتره بلي صافي حبست يوتيوب نهائيا ما غاديش نرجع ليه، قلت فيديوهاتي راهم في القناه، الناس اللي بغاو وصفات اللي كنت قدمت اللي بغاو هذا راه نخليهم، ولكن باش نزيد نكمل ما غاديش نزيد نكمل صافي. وفعلا راه الناس اللي كانوا سولوني واللي تواصلوا معايا في الانستغرام بزاف، راه هذا هو الجواب ديالي اللي كنت كنقول لهم، كنقول لهم راني توقفت نهائيا على اليوتيوب حيت لقيت راسي ما قدرش نعطي وما بقاش عاجبني المستوى اللي وصل لي. وفي هذا الاخر والسبب رجع الصراحه لبزاف ديال الناس اللي تيقولوا لي لا زيدي كملي، لا جيتي انت تنصاحبي والاخرى تنصاحب، وهذا صافي راه فريمون خليتو المستوى ديال اليوتيوب يولي 100% متدني. ما تحبسيش عاود، حتى انا صراحه اشتقيت لدوك الاجواء ديال التصوير، المونتاج، البارطاج، هادشي كلشي توحشتو، مع العلم انني كنت بقيت كنبارطاجي في الانستغرام، بقيت كنحط الوصفات كنصورهم وكنحطهم لكم في الفيديو اولا كنت كنبارطاجيهم في لي ستوري، ولكن صراحه اليوتيوب ماشي هو الانستغرام، والناس ديال اليوتيوب كاينه واحد الفئه اللي ما عندهاش الانستغرام، لهذا قررت انني نعاود ان شاء الله الى كتاب باذن الله انني نرجع اليوتيوب ونبدا نبارطاجي معكم. هنحاول هاد الخطره غادي نكون نحط فيديوهات بوقت منتظم، ما غاديش نبقى نغبر، ما نبقاش نحط ونمشي، نحاول ندخل حويجات جداد المهم شويه بشويه. لهذا قلت قبل ما نحط لكم فيديوهات نفسر لكم السبب ديال الغياب ونعلن العوده ديالي، وان شاء الله كنتمنى المحتوى اللي غنقدم لكم من هنا لقدام يعجبكم،
وشكرا مرة أخرى لكم كاملين، شكرا لكل واحد أو لكل وحدة بالاسم ديالها ولهلي خطيكم عليا، حيت فريمون كنت معتبراكم عائلتي الثانية، وصراحة صدقا كنتو في مرتبة العائلة، لأن نهار غبرت كلكم كتسولوا عليا. شكرا بزاف، نتمنى لكم أيام سعيدة، والله يرفع علينا هذا الوباء، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات جديدة اللي كنتمنى يا ربي تنال الإعجاب ديالكم. السلام عليكم.